العبير الشريف لهم بنت الشهيد للمالك شمس زهبي مدربين اسطبلات الشمس القيادة سر أيضا يدخل أرضية الميدان ابن الفعل بريق الأمل الأم دلال بنت طهم للمالك الدكتور محمود شيف جاهش الأمان سيكون بقيادة بزيو الملك بلال ومحمد مزاريب مدربين اسطبلات أبو جبل رايوس مع محمد الفتحي الآن مخيف الصخرة أيضا انطلق بعملية الإحماء بشربه يلا ابراهيم قول الله قول الله اذا ابراهيم يعتلي صوت بريق مر بنرفع البريق الامان الام دلال للمالك والمدرب رامي مشاركين في المجموعه الثاني عشر من هذا الشوط شيخ الواد رايوس دهش الامال بريق مر بريق مدريد ومخيف الصخره نطلب ايضا من الاخوه العاملين على جهاز الانطلاق الرجاء استعجال شوي بادخال الخيول الى جهاز الاخير مالك من اداره ميدان المطار صاحب المرتبه الاولى سيحصل على جائزه مقدمه من اداره نادي المطار وهي عباره عن خروف جهاز الانطلاق ستة مشاركين في هذا الشوط استعدادات للنهائية استعدادات لفتح الأبواب وفعلا إخواني ينطلق الشوط الثاني عشر في الثانية من جهاز الانطلاق انطلاقة موفقة للمجموعة الثاني عشر بريق مدريد بسم الله ما شاء الله تبارك الله ينتزع الصدارة من البداية بريق مدريد ينتزع الصدارة من البداية رايوس بالمراتب الثانية مع الخيال محمد الفتحي الخيول بالمراحل الأولى من السباق الخيول بالمراحل الأولى من السباق شيخ الواد مع الخيال زمور الآن يتقدم نحو المراتب الثانية الخيول ما بين المنعطفين بريق مدريد ما يزال متصدر المجموعة بريق مدريد ما يزال متصدر المجموعة يا سلام مع الخيال أيا سابو جبل ها هي الخيول تدخل الخط المستقيم نزاع رائع وجميل نزاع مثير وكبير بريق مدريد ورايوس بريق مدريد ورايوس بريق مدريد رايوس وشيخ الواد بريق مدريد رايوس وشيخ الواد يا سلام يا سلام ثلاثية جميلة رايوس رايوس يتربع على عرش هذا الشوط رايوس مع محمد الفتحي رايوس بسم الله ما شاء الله تبارك الله انطلق ثانيا قلص الفارق انطلق بالامتار الاخيرة مع محمد الفتحي رايوس ويتربع على عرش هذا الشوط الفئة الثانية بكل استحقاق وجدارة رايوس مع محمد الواد رايوس وبريق مدريد نعم رايوس يا سلام يا سلام على هذا الشوط المثير الكبير الجميل لما له مثيل فئة الثانية شوط الفئة الثانية كان من نصيب رايوس إذن رايوس يتربع على عرش هذا الشوط وكيف لا وأنت تحت إشراف وتدريب الإسطبل الأزرق بقيادة المايسترو على غرفات أبو حسين مبروك للملاك مبروك لشمس زوبي مبروك لمحمد الفتحي قيادة رائعة لمحمد الفتحي اليوم إسطبل الأزرق يضيف إلى رصيده الفوز الثالث في مهرجان اليوم مبروك لشمس مع الخروف احلى صوره مع الخروف لا ولو يا ابو مروان قصدك
طيب تناولوا انا عفض رجالي جائزة هذا الشوط عبارة عن خروف مقدمة من إدارة ميدان المطار. مرة أخرى سمعونا التصفيق لرايوس. مبروك مبروك ألف ألف مبروك. خروف العيد كل عام وأنتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة واليمن والبركات. مبروك اصحاب المرتبه الاولى. الثانيه كانت لي البطل الثانيه بريق مدريد ابن الفعل بريق المبين لهم بنت بكري للمالكين بلال ومحمد مزاريب المدربين استبلات آل ابو جبل، كان بقياده الخيال الكبير الند العنيد اياس ابو جبل ابو مروان يسلم كاس المرتبه الثانيه. مبروك الف مبروك. صور تذكاريه مبروك. عمي عمر العثمان دي يسوي ان شاء الله العثماني ان شاء الله. عمر ثالثه لشيخ الواد بفعل الشيخ الجبل لهم بن طاهر للملك الدكتور محمود مدربين صناع الامجاد.